الاهداف، وياسين بقى كان بيتحرك له هنا في اللقطه الماضيه الحقيقه لاعب النادي الاهلي حمزه عبد الكريم، ورجعت الكوره والهدف بقى الثالث والهدف الثالث الثلاثيه الاهلاويه في مباراه اليوم في احداث هذا اللقاء. ادي بقى الهدف الثالث في احداث المباراه، ده لسه نازل بلال، لسه بقول لحضراتكم بلال، بلال عطيه، بلال عطيه بيسجل الهدف الثالث في مباراه اليوم. يا عيني على الجمال، بلال بابا المجال يا ولد يا لعيب، يا بلال يا عطيه لسه بنقول لحضراتكم خلوا بالكم مع هذا اللاعب، وخلي بالكم مع هذا اللاعب المميز، وسجد شكر للمولى بقى سبحانه وتعالى. ولعيب جميل يا جماعه، لعيب مميز، شوف قطع الكره ازاي، وشوف انطلق ازاي، وشوف عمل ايه. اللي بيتابع بقى النادي الاهلي مواليد 2008 هيعرف ان اللاعب ده لعيب مميز جدا، اللاعب بلال عطيه، وشوف التصرف بقى.